أهلا بيكم. لو عاوز تشتري سيارة جديدة أو مستعملة، ربع نقل أو ملاكي، يبقى أنت في المكان الصحيح، لأن قناة عربيات بتقدم أكبر خدمة لبيع وشراء السيارات على الإنترنت. كل اللي عليك إنك تفعل زر الجرس وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بيكم إخواننا الكرام، يا رب تكونوا خير وصحة وسعادة إن شاء الله. مع حضراتكم هاني فرج من قناة عربيات. قبل ما نتكلم عن العربية اللي معنا النهاردة، لو حضرتك عندك عربية عايز تبيعها من خلال القناة، كل اللي عليك هتتواصل معنا على رقم الواتساب الخاص بالقناة اللي هو 0413003591. ابعت لنا فيديو للعربية وكمان صور للعربية وكمان مواصفات العربية، وإن شاء الله هيتم عرض العربية على القناة وربنا ييسر لكم الحال ويتم بيع العربية من خلال القناة. النهاردة إن شاء الله جبت لحضراتكم عربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2015 مستعملة للبيع في مصر. يلا بينا على بركة الله نقول لحضراتكم على بعض المواصفات الخاصة بعربية شيفروليه دبابة، موديل العربية 2015. العربية فابريكا بره وجوه بدون جرام بويا واحد. حالة المكنة سليمة وآلات الجر بحالة ممتازة. العربية فيها صندوق كتاكيت كبير. العربية الصندوق ده سعة 140 قفص، ويوجد مع العربية الصندوق الأصلي بتاع العربية لو عايز تركبه. العربية فيها خزان مياه 90 لتر. العربية تم تغيير خلية التبريد، الصندوق خلية التبريد بتاعت الصندوق. العربية فيها رخصة 9 شهور، مرور 100 غمر دهلية. هنقول لحضراتكم دلوقتي على سعر العربية شيفروليه دبابة موديل العربية 2015. سعر العربية 245,000 جنيه. سعر العربية 245,000 جنيه. التواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-82-10-92-32. للتواصل مع صاحب العربية هيكون على رقم 012-82-10-92-32. ده كان موضوعنا النهاردة. استنونا في مواضيع جديدة وأخبار جديدة على قناتكم على اليوتيوب قناة عربيات. لو عجب حضرتك الفيديو أو استفدت منه، ما تبخلش علينا بلايك وكمان تفعل زر الجرس علشان يجي لحضرتك كل الفيديوهات اللي بننزلها على القناة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.